في العيادة لما تدخلوا انتنسيف كير اعمل ايه؟ مشكلة يعني العلمية اسمها ايه؟ دي كومبريشن. لان الهواء ده عارف ايه عمل؟ كومبريشن. طب انت عايز تشيل كومبريشن يبقى اسمها دي كومبريشن. اشيل الهواء، تشيل الهواء ازاي؟ اجلها شوية في العلاج. نعم خلاص انا كنت عملت جاله كارديجين شوك كامل شوية خالص دقايق الى ساعات. طيب ما رجعش تاني لان الاثنين ايدجز دول بيجوا على بعض. دي كده بتبقى مفتوحه يخش فالف لايك زي الصمام. الصمام يعني فتحه تسمح بمرور الهواء او تسمح بمرور اي حاجه اتجاه واحد يجي يرجع مقفل ممنوع. طب يحصل ان الاثنين ايدجز دول كده يخش لك مرجعش. النوع ده بقى لو حطيت طب جهاز ضغط هنا. النوع الاول لو حطيت جهاز ضغط يبقى لس نيجاتيف ولا يصل الى زيرو. النوع الثاني بيلف حوالين زيرو يطلع ينزل ماينس بلس ماينس بلس ماينس بلس. النوع ده لما احط هواء كتير قوي جوه الدوره الضغط جوه الدوره يزيد يوصل كام؟ يوصل زيرو ويعدي زيرو يعني يبقى ايه؟ بوزيتيف. عارف معنى ان يبقى بوزيتيف بريشر جوه الدوره؟ يعني مش هتقدر تاخد نفس مش هتقدر تاخد نفس مش هتعرف تتنفس اصلا. سيفير ريسبيراتوري ستريس وسيفير ديسنيا بوزيتيف بريشر جوه الدوره. بعد على سبيل الجدال يبقى لو قال لك قارن بين الضغط في الثلاث انواع منهم تقول النوع الاول بيبقى لس نيجاتيف النوع الثاني بيبدل من نيجاتيف لبوزيتيف زيه زي اللاند يعني ايكوليبريشن وذ لاند. النوع الاخير لا مش كده النوع الاخير بيبقى بوزيتيف. طيب دي ميديكال ايمرجنسي تقول على النوع ده بيبقى ايه؟ ميديكال ايمرجنسي وده اخطر نوع فيهم. وانت لما تيجي تقسم بقى في الحاله الاولى قول الكلوزد والاوبن مقدور عليه. سبحان الله الانتنشن ده ميديكال ايمرجنسي ميديكال ايمرجنسي. طب لما نيجي نكشف على العين زي الشخصوص دي حاله من حالات زي الكيس اللي احنا حليناها المره اللي فاتت جت كتير قوي قبل كده. اولا سيمبتومز اوف كوز اكزامبل سي او بي دي. لو عايزك تكتب سي او بي دي تبقى اربع كلمات اقول كوف ديسنيا ويزنج. حد يعترض يقول لي طب ما الكوف والديسنيا ويزنج دول برضه من صفات البرونكيال ازمه. موافق بس انا هفرق بين البرونكيال ازمه والسي او بي دي قدام اكلهم كوف ديسنيا ويزنج بس لونج هيستوري يعني سي او بي دي كده الازمه مش كده الازمه اتاكس اتاكس لكن السي او بي دي لونج هيستوري of cough, dysphagia, wheezing. ادي واحد، اثنين لما نيجي نكشف على العيان، سوري لما يسمع الشكوى بتاعته، شكوى الكلوز والاوبن حاجه والتنشن حاجه ثانيه، التنشن فيه اربع حاجات كلها اجيبهم. لكن شكوى في العيان ده اللي حصل فيه قطع دي. اول حاجه تشست بين، ثاني حاجه تشست بين، ثالث حاجه تشست بين. تشست بين ليه؟ المدولة دي بين اكيوت سيفير، الحقيقه مش اكيوت ده بيبقى صادم. سيفير تاني بين يعني العيان ده بيحس حاجه قطعت فعلا بيحس حاجه طقت في صدره. تيرنج اسمه تيرنج بين. ديسني وكوف ديسني ليه؟ طبعا لازم في ديسني ده خد شويه هوا مش عارف يتنفس معايا. وبعدين كحه الكحه دي والديسني اكيوت لان المرض اكيوت الكوف نتيجه ان الهواء ده عمل اريتيشن لكوف ريسبتورز موجودين في البلورا فيها كوف ريسبتورز ايوه. طب ما هو الثلاثي ده ديسني وكوف وتشست بين قلناهم المره اللي فاتت مع البلوريسي ولا مع البلورا فيوجن؟ مع الاثنين. هتلاقي الثلاثي ده متكرر في كل امراض التشست. ديسني لان في هواء دخل الكوره مش خليك تتنفس كويس كحه نتيجه اريتيشن الكوف ريسبتورز وتشست بين لان الدوره دي بين سنسيتيف. بعدين سيمبتومز اوف ذا كوز ما تنساهاش مثلا سي او بي. بعدين لو العيان عنده تنشن نيموتوركس هتقول عليها من قوسين ميديكال ايمرجنسي وتقول لي الاربع حاجات. طب الاربع حاجات دول انا ناقلهم من كتاب الكارديولوجي في درس البلمونري امبوليزم وحاططهم هنا كوبي اند بيست بالظبط ما غيرتش فيهم حرف هما نفس الاربع حاجات. acute severe chest pain ديسني او جايز سينوسس acute right ventricular failure وشوك من نوع كارديوجينيك هم الكربونه. طب acute severe chest pain ده الوجع ده سببه ايه؟ طبعا هو انت هنا في العيان ده التير لايف عامل كده دخلت كميه هواء صغيره ولا متوسطه ولا كبيره؟ كبيره جدا جدا جدا. طب تعمل سيفير ستريتش فين؟ في الدورة برايت الدورة. طب هي الدورة فين؟ سنسيتيف كميه الهواء دي كافيه ان تعمل وجع لا يطاق في الدورة. Intolerable pain. Intolerable pain في الدورة. Acute severe chest pain. واحد، اثنين، ديسنيا، عينها من عينها طبعا، وعينها عايز تنفس ده. علاوة على كده بقى، ليه بينها؟ لأن عينها مش عايز ياخد inspiration. لأن فقدنا بريشر اسمه نيجاتيف بريشر. فقدنا نيجاتيف بريشر. ما عندوش جول شفط. بس في سيفير ديسنيا. ضيف على كده بقى إن الهواء الكتير اللي هنا هيفعص اللانجيوم يعمل حاجة اسمها كومبريشن إيه؟ كولابس. طب لما اللنج تكش تعرف تاخد هواء؟ ما تعرفش تاخد هواء. سيفير ديسنيا. انت
طب اذا مش عارف تاخد هواء يعني كولابس يعني ايه؟ يعني فقدت لنج. طب اذا فقدت لنج او حته كبيره من لنج هي في هايبوكسيا ولا لا؟ ازرق. ازرقان بسبب هايبوكسيا. اكيوت رايت فنتريكيولار فيلير بين قوسين كور بالمونال. كور بالمونال. بالمونال يعني لنج. كور يعني هارت. اللنج هنا نيموفوركس. مرض اللنج هنا نيموفوركس. هوا في الجوع. هوا في الجوع. مرض الهارت هنا رايت فنتريكيولار فيلير. بس الوسيط مين؟ مين الوسط هنا؟ الوسط هنا بالمونري هايبرتنشن. يعني حصل ضغط عالي في البالمونري سيركيليشن. طب لما يعلى الضغط في البالمونري سيركيليشن دي مقاومه قصاد اي فنتريكيولار؟ الرايت. يقوم يقع الرايت. طب هو ايه اللي عامل الضغط في البالمونري سيركيليشن؟ الهواء الكتير هنا، عارف هواء كتير زي بالونه قد كده. هتدوس على اللنج. طب هي اللنج دي عباره عن حته لحمه مجرده كده ولا فيها فيسز؟ مليانه فيسز. هتفعص الفيسز. تقوم تقفل الفيسز بتاعت اللنج. تعمل حاجه اسمها فاسكيلر اوبليتريشن. يقفل الفيسز بتاعت اللنج. لما تقفل الفيسز بتاعت اللنج كانك عملت فيهم فازو كونستريكشن. طب انت رايك يعني لو قعدت تقفل الفيسز بتاعت اللنج الضغط فيها يعني ادي سبب ان الهواء كتير هنا داس على الفيسز بتاعت ده اجابه. الاجابه الثانيه مش هي فيسز دي هايبوكسيا. طب رايك يعني حاجه خدتها في الكارديولوجي قبل كده هايبوكسيا؟ تعالى دي فين منك؟ يعني انت قلت الاجابه مش فاكر يعني ازاي؟ مش فاكر انا فكرت اول حصه خالص اول حصه اه دي السنه اللي قبل اللي قبل اللي فاتت شويه علاء بيقول بطل يعني ان لو في هاي بوكس تعمل فازو دايلاتيشن في الجسم كله لكن تعمل في اللنج فازو كونستريكشن صح يا قلم؟ صح جدا. احنا قلناها في اول درس في الكارديولوجي. طب اذا عمل الفازو كونستريكشن في الفيسز بتاعت اللنج تزود البريفرال ريزيستنس الضغط في اللنج يعني اسمها بالمونري هايبرتنشن. بالمونري هايبرتنشن دي تبوظ لك اني هارت. رايت اكيوت سيفير مثلا مارك اكزاجريتد رايت فنتريكيولار فيلير. يقع الرايت فنتركل. طب اذا الرايت فنتركل وقع وكان اصل المرض لانج يبقى مرض لانج ادى الى مرض ارت. الاجابه كور بالمونال. اكيوت ولا سب اكيوت ولا كرونيك؟ اكيوت جدا. ده المرض اكيوت جدا. طب اذا وقع الرايت فنتركل لما خدنا في كتاب الكارديولوجي مين من الهارت اللي لما يقع يعمل لو كاردياك اوتبوت ليفت اور رايت؟ الاثنين. يوم يحصل اكيوت سيفير لو كاردياك اوتبوت لدرجه شوك. دي بيكون العيان بتيرمينال كيس. لو جاله كارديوجينيك شوك في الشارع مش هتلحقه. يموت في الشارع لو كانت حادثه او حاجه شبهه. يبقى ده معناه ان في اربع حاجات بيعملوا اربع حاجات. النوع ده بين قوسين ميديكال ايمرجنسي. ولو كان وقع في الشارع وجات له الحكايه دي لازم صاروخ يتنقل على الانتنسيف كير بتاع اقرب مستشفى عشان يعملوا حاجه واحده. ديكومبريشن. ديكومبريشن يشيل الهواء. واحد يقول طب ما هيرجع تاني، هيرجع. يبقى لازم تريتمنت اوف كور. طب تشيل الهواء ازاي؟ اجله شويه. بس في انبوبه بتخش صدر العيان اسمها اندر ووتر سيل. الاندر ووتر سيت دي بين قوسين لايف سيفنج. تنقذ الحياه العيان. ازاي؟ لو صرحت اجلها. بس في حاجه ثانيه. لما نيجي نكشف على العيان تكتب ساينز اوف ذا كوز. عايز اكتب ساينز اوف ذا كوز اخترت انا سبب وثبته. اهم سبب مين؟ سي او بي دي. طب انا عايز اكتب سي او بي دي كساين بقى. كلمتين. انا كتبت كسيمتوم لونج ستاندينج ثلاثي. كوف وديسنيا. يعني لما اروح على درس السي او بي دي ان شاء الله الاقي كف وديسنيا ويزي. ايوه اوعدك ان شاء الله. لكن انا عايز اكتب ساينس في كلمتين. ساين يعني مش شكوى. ساين يعني اكزامينيشن. عايز اكتب سي او بي دي درس اكبر درس في الكتاب واهم درس في الكتاب كاكزامينيشن اللي مكتوبه هناك في صفحتين ثلاثه. لان انا عايز اكتبها في كلمتين ثلاثه. سلام
هتكتبها ازاي؟ لو عايز اكتب سي او بي دي في كلمتين انت بتكتب لي ساينز اوف ذا كوز اكزامبل سي او بي دي عشان يبقى شكلها شيك في ورقه الامتحان اكتب اكزامبل. هعلمك تمشي ازاي ان شاء الله. هو انت لو قلت سي او بي دي معناها في مخي كم باثولوجي من الجدول؟ هو ده مش موجود في الجدول. لان ده معناها حاجتين ايه وايه؟ كرونيك برونكايتس وانفيزيم. ده درس كبير قوي قدام ان شاء الله. ده درس كبير قوي قدام. عايز اكتب ده كلمه وده كلمه اقول ده هايبر انفليتد تشست وده ويزس. واحد يعترض يقول لي طب ما احنا قلنا ويزس من شويه شكوى. تنفع شكوى وتنفع ساين؟ طب يبقى قلتها تاني. طب ما انت لو حطيت السماعه تسمع تزييد ويزس وهايبر عارف ده معناه ايه؟ معناه ان صدره مسدود اللي هي كرونيك برونكايتس. كرونيك برونكايتس يعني صدره مسدود اكيد. هي اسمها ايتس بس لما نروح ان شاء الله هنلاقيه مسدود. انفيزيما معناها صدره منفوخ. عارف سي او بي دي اختصارا ايه؟ ده بيجي من اوسكارتيشن وده بيجي بيه هايبر انفليتد تشست. انسبكشن ولا بركشن؟ الاثنين. انسبكشن صدره بل وبركشن هايبر. طب معقول الكلام في الجدول ولا ايه في الانفيزيما؟ كويس علم نفسك كويس لما تيجي تكتب ورقه الامتحان ما تكتبليش ساينز اوف ذا كوز نقطه. لا انت عايز فول مارك فلازم تبهر اللي بيصلح. والله في ورقه احنا بنصلح الامتحان طب انا مش عارف اعمل ايه وعمال اقول انا لو هكتب مش مستحيل اقدر اكتب ورقه ممتازه زي كده بظبط كلمه كده زي ما بحكي لك. حاجه مبهره بحيث ان انت بتبقى حريص ان انت يعني خد في السؤال ده الفول مارك عايزه ياخد في السؤال اللي جنبه واللي جنبه الفول مارك. في ورقه بصيت لما خلصت لقيت ببص على نمر الامتحانين التانيين بتتكتب على الورقه اللي هي الكفر الكفر فتلاقي لقيت واحد واخد من 130 129 ونص. واحد منقط طياره من نص ثانيه. انا كنت سعيد جدا بيه بس هي يعني يعني انا لو عليا ما كنتش عايز ادي كنت انا بدي من 20 كنت حطيت له 20 من 20 انا كنت عايز احط له 30 من 20. اتعلم بس تكتبها ازاي في ورقه الامتحان. يبقى نمره واحد ساينز اوف ذا كوز اكزامبل. تاني حاجه من انسبكشن لحد اوسكالتيشن. بص بقى من انسبكشن لحد اوسكالتيشن شيب وموفمنت خلاص. احنا المره قبل كده قلنا في الجدول شيب وموفمنت صح؟ انا بس نبهت عليك ان الموفمنت مش في الانسبكشن بس كمان ايوه في البالبيشن شيب وموفمنت. الشيب بتاع الشيست عند البيشن ده بلش بس لازم عشان يعمل يونيلاترال بلش يكون كميه الهواء كتيره بتتحقق في التنشن. يبقى خلي بالك بقى عشان يبلش لازم يبقى كميه كبيره قوي ده في التنشن. طب الموفمنت كله قليل. طب اذا بلش تبقى التركيه شيفتد اوبوزيت سايد برضه لازم تبقى كميه كبيره يعني اي نوع التنشن. تي في اف اسال نفسك دي ولا كونسوليديشن ولا يبقى ناقص. بيركشن هايبر ريزونانت لانه هواء. في مرضين في الجدول كانوا هايبر ريزونانت ده والانفيزيما بس الانفيزيما بايلاترال. واحد يقول لي طب ما النيموثوركس ده ممكن يبقى بايلاترال نادره جدا 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 لكن ممكن فيري رير فيري رير انك تلاقي نيموثوركس على ناحيتين حادثه وفتحت ناحيتين نادره مش كومن. كومنلي النيموثوركس يونيلاترال. طب الهواء هنا كتير تبقى هايبر ريزونانت. طب لو كتير قوي 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 يبقى هايبر ريزونانت جدا اسمها
تيمبانيتك زي الطبلة، مين ده؟ التنشن. تيمبانيتك يعني بين قوسين هايبر ريزونانت قوي، يعني بيطرقع قوي. دي ما تعرفهاش انت دي الا بالبراكتس، لما تشوف عيان في الطوارئ جايب نيموثوركس، ودي مش هيجي لك انت، مش بتاع البطن، هيروح الجراح في طوارئ الجراح. اوسكارتيشن كده بالمنظر ده، ادي اللنج وادي البلورا هنا مليانه اير، وادي السماعه هنا. يبقى هنا في ايه ده؟ عزل بين السماعه وبين اللنج. يبقى البريث ساوند في ودنك يبقى ديمينيش بريث ساوند. مفيش اديشنال ساوند اللي موجود في الكتاب ده، انا افضل تشطبه زياده عن اللزوم، اسمه امفوريك بريفنج. اي كلام زي السكشن سلاش و و و ديمينيش بريث ساوند، ديمينيش بريث ساوند. تعالى ده بيوصفه لك لما بيشرح لك، لما تجيب ازازه وتقعد تنفخ في الازازه كده وتعمل صوت صفار عجيب شويه، بس ده كلام فعلا زيه زي بقيه الحاجات. انت تقول ديمينيش بريث ساوند نقطه. بقى انت كمان في العيان اللي عنده تنشن من كورس العيون منك خلال دقيقتين لو ما سمعتوش، هتقعد بقى تتكلم مع الراجل اللي هو مع النايب اللي معاك او مع زميلك اللي واقف معاك في الطوارئ، انت سامع ولا لا؟ مش انا، طب عندي واحده اللي اسمها، هتقعد بقى هو يعني ولا حاجه ولا حاجه. في عندي اربع حاجات بيعملوا اربع حاجات في الكتاب انفستيجيشنز نمره واحد. ارتيريال بلاد جازز هايبوكسيا، في هايبوكسيا هنا ولا اكيد لان في حته لانج كولابس. اثنين انترا بلورال مانومتر، الحقيقه ان دي ما بتتعملش خالص، دي على سبيل التعليم بس educational. ليه ما بنعملهاش؟ اولا لان مش محتاجينها، انك تدخل جهاز ضغط يقيس الضغط في الكلورا مش محتاجها. ثانيا مفيش وقت تعملها لو كان عندك تنشن هنا. امال ايه الانفستيجيشن المهمه؟ كلمه واحده بس، تشست اكس راي نقطه. في كل الانفستيجيشن احنا المانومتري قلناه بيفرق ثلاث انواع. هتلاقي واحد في الاورال يقول لك المانومتري ايه بيفرق ازاي؟ جاوب. هنا بيبقى الضغط لازم يلف، وهنا بيلف حوالين زيرو، وهنا بيبقى زيرو بوزيتيف. لكن ما بتعملش. في كل الانفستيجيشنز المكتوبه دي الموست امبورتنت او الوحيده هي تشست اكس راي. عشان يبين ايه؟ بص بقى، احتمال ان ينزل تشست اكس راي دي في امتحان اخر السنه امتحان احتمال عالي جدا. انا يوم المراجعه بتاعت التشست ان شاء الله اوريك اشعاعات التشست كلها ان شاء الله، وهنعرف ازاي نفرق بينهم، وهنعمل سكيم للابروتش للراديولوجي، وازاي تكومنت على الاشعاعات. هتلاقي المنظر كالاتي. بص موجود في الكتاب الصفحه اللي قدامها، ايوه دي صفحه كام دي؟ 43. هتلاقي فوق رسمه وتحت اشعه بتاعت الرسمه دي. هتلاقي اللنج الشمال كشف في الرسمه، طب تحت هتلاقي اللنج كشف برضه، مش في لنج كشف ولا ايه؟ بص بقى انا هرسم لك وافسر لك القصه تمشي ازاي، عشان انت لما تيجي كومنت تعرف كومنت مظبوط. دي كده المنظر ده، تشست اكس راي. ده الابيض ده ايه؟ الدايافرام. الدايافرام بيبان ابيض في الاشعه، وده الهارت بالمنظر ده بيبان ايه في الاشعه؟ الهارت ابيض. اللانج فيلدز لونها ايه في الاشعه؟ ودي تركية كده ماشي. تركية لونها ايه في الاشعه؟ اسود، اسود هوا. بس هو سؤالي اللانج فيلدز دول لونهم ايه؟ اسود لانه هوا، بس وهم سود بيتخللهم فاسكولار ماركينجز بالمنظر. تلاقي الاتي، اللانج دي كشف مش كده؟ فاروح راسم خط كده، دي اللنج اللي كشف كده، دي اللنج هنا كده كشف كده على الميدياستاينر، دي اللنج. دي الرسمه اللي في الكتاب. عارف بقى يقولوا بشخص النيموثوركس بالخط ده،
الخط ده خط وهمي بيفصل، بس ركز معايا دي مهمه، بيفصل ايه عنك؟ بيفصل الجزء ده الجزء اللي جوه. الجزء اللي جوه ده لانج كشت، اسمها كولابسد لانج. مين اللي عمل لها كولابس؟ الهواء اللي هنا فين؟ في البلورا. داس على اللانج، عمل حاجه اسمها كومبريشن كولابس، ما خدناهوش. طب يعني دي لانج كشه الحته اللي انا سيبها، طب امال هنا في ايه؟ هوا فين؟ في البلورا، في حته ما كانش المفروض يبقى فيها هوا. فين يعني؟ في البلورا. طب هو الهوا بصفه عامه بيبان لونه ايه في الاشعه؟ اسود. اسود. طب يبقى الهوا اللي هنا ايه؟ اسود. طب ما اللنج دي برضه هوا اسود برضه، بس دي فيها ماركينج. ايه الفرق بين السواد اللي هنا في اللنج الطبيعيه والسواد اللي في البلورا؟ دي فيها فاسكولار ماركينج، لكن البلورا ما فيهاش فاسكولار ماركينج. عشان دي فيها فاسكولار ماركينج، طب يتخللها خيوط ايه؟ بيضاء. لكن هل دي فيها خيوط بيضاء؟ لا. فبتتسمى اسود من غير خيوط بيضاء، يعني اسود قوي. والاسود في الاشعه ما بنقولش عليه بلاك، بنقول ترانسلوسنت، فاسمه جيت بلاك ترانسلوسنس، يعني اسود قوي. بص كده بعينك على الفرق بين الصدر اليمين والشمال، في فرق في الشباب ايه ولا لا؟ في فرق في السواد؟ اه في فرق. طب ما الحته اللي كشه دي مين؟ يبقى الخط ده اسمه لاين اوف بلورا. لاين اوف بلورا ده بيفرق حاجه جوه الحاجه بره، اللي جوه مين؟ كولابس لانج، واللي بره مين؟ اير ان بلورا. طب الهواء اللي هنا ده مش هواء كتير؟ طب ما ممكن يودي التركيه فين؟ اوبوزيت سايد. طب وانت تقدر تشوف التركيه في الاشعه؟ زي ما شايفين بعض في منتهى الوضوح، بس جايز هنا مش واضحه عشان انا عامل سكانين، لكن على البروجيكتور هوريها ان شاء الله واضحه زياده عن اللزوم، تبقى وش كده تو اوبوزيت سايد. ولازم في كلينيكال توري له ازاي انت بتبها البوزيشن اوف ذا تراكين. كمان الهواء اللي هنا ده ممكن ينزل الدايفرام فين؟ لتحت، ينزل الكوبيولا بتاعت الناحيه دي، بس تلاقي الكوبيولا دي مكانها فين؟ طبيعي، مكانها طبيعي، لكن الكوبيولا دي ايه؟ دي بريست تحت. طب انت ازاي تعرف ان الكوبيولا بتاعت الدايفرام صفه؟ ازاي تعرف ان الكوبيولا بتاعت الدايفرام ست لتحت؟ نعم؟ انا هشرح لك ان شاء الله يوم الاكس راي، بس مبدئيا باين في الاشعه دي ضلوع ولا باين ضلوع؟ طب هو المفروض الضلوع بتيجي انترسكت مع الدايفرام، في ضلوع كده نورمالي في الانسان الطبيعي، انا بتكلم على الانسان الطبيعي. الدايفرام في الاشعه بيتقاطع مع عريض نمره سبعه. نعم سته. سته ريب نمرة ستة. طب انا اقدر اعد الريبس؟ جدا. طب اذا بيتقاطع مع ريب نمرة ستة، هنا تلاقيه بيتقاطع مع ريب نمرة ستة، لان دي ناحية ايه؟ طبيعية، لكن الناحية دي بيتقاطع مع ريب تحت الستة، سبعة، ثمانية، حاجة شبه كده. جايز مش واضحة هنا، لأن الأشعة وحشة. في سكانينج. كان أنا هوريها لك. يبقى هنا بيتقاطع مع ريب نمرة تحت ستة. أجل اللي بتكلم عليه عشان أعد. اللي بميل ولا اللي معدولة؟ اللي بميل دي اسمها anterior rib، واللي معدولة posterior rib. أنا قلت كده؟ طب أنت بتعد مين؟ مالكش دعوة أبدا posterior ribs. أنا بعد الأوبليك اللي بميل اللي هم الأنتيريور ribs. كل الانفستيجيشنز المكتوبة دي الموست امبورتنت ديفينيت انفستيجيشن هي تشست اكس راي.
انت مجرد تدخل عيان قط التصوير يعمل ياخد وقت قد ايه تشيست اكس ري عشان تظهر؟ ياخد وقت قد ايه؟ 3 دقايق تكون صورت والفيلم طلع. 3 دقايق ظهر الفيلم قلت تنشن نيموثوركس تحشر انبوبه تخرم صدره تدخل انبوبه في صدره اسمها لايف سيفنج اندر ووتر سي اجلها شويه. الجزء ده بقى في الكتاب مكتوب ديفرنشال دايجنوزس مش كده؟ تعالي بقى ايه اللي يتشابه مع الهواء اللي في الكوره؟ نمره 1 اسباب الاكيوت ديسنيا او تشيست بين. شو عمل ديسنيا او تشيست بين؟ طب اسباب الاكيوت ديسنيا مكتوبه في اول الكتاب. واسباب الاكيوت تشيست بين هديك ورق ليها ان شاء الله. ليه بنلخبط مع الانفيزيما؟ عشان الاثنين بيعملوا هايبر ريزونانس. وبعدين ديفرنشال دايجنوزس مع الماسيف تنت نيموثوركس اللي هو التنشن نيموثوركس. 4 حاجات يعملوا 4 حاجات. هنا بقى تقول لي ان لازم افرق التنشن نيموثوركس مع بقيه ال3 امراض اللي بيعملوا ال4 حاجات اللي هم كانوا مين؟ ماسيف مايوكارديال انفاركشن خدناه، ماسيف لانج كولابس، والمونري ايبوليزم. طب الكولابس ما خدناهوش. انا اوعدك نعمله ان شاء الله، ولما ناخده تلاقي ان في نفس ال4 حاجات ان شاء الله. اخر ديفرنشال دايجنوز جدول في نفس الحاجات اللي قلناها. بيفرق الكلوزد من الاوبن من التنشن. ده اعاده للي قلناها. يعني مثلا الديسميا مايلد في الكلوزد والاوبن سيفير في مين؟ في اللي بيموت تنشن. ساينوزس وهارت فيلير وشوك موجودين في اللي هم ال4 حاجات موجودين فقط في التنشن. مين اللي فيه ميدياستاينال شيفت اللي فيه كميه هواء كتير اللي هو في مين تنشن. والمانومتر بيفرق، هل محتاجين نعمل مانومتر؟ قلنا لا، وشطه بالانفوريك بريدنج ده ما لهوش قيمه خالص. الجدول ده قلناه. اهم حاجه في الدرس بتاع النيموثوركس هو التريتمنت بتاعه. لان يقول لك في الامتحان تعمل له ايه؟ على فكره الدرس ده مشترك بين البطنة وجراحة. لأن في جراحة. هتاخده تاني أنت إن شاء الله السنة الجاية. هتكون درسته من هنا ومرضى جالهم عندنا في القصر العيني سؤال تنشن نيموثوركس في الجراحة جاوبوه من البطنة. وإحنا موافقين على كده. لأن هنا موجود بالتفصيل، هناك موجود يمكن حاجات بسيطة أوي. فلازم تجاوبه يعني صح أوي إن أنت تجاوبه من هنا. العلاج بيعتمد على إيه؟ على نوع النيموثوركس. في علاج في الاول مكتوب علاج تحفظي كونسرفاتيف تريتمنت. تعمل ايه العيان؟ باد ريست وانالجيسكس. يعني دواء ليه انالجيسك؟ لان عنده تشيست بين. مين ده العيان اللي محتاج كده برايمري بناين اللي هو الجرح فيه ايه؟ صغير جدا، مصيره ايه؟ بيقفل لوحده. طب انا لو ما اتدخلتش هيلحم لوحده وهيفك لوحده. طب في الحالة دي الضغط، في الحالات دي بيبقى الضغط بيزيد ولا لا؟ ولا حاجة. السيمتومز عنده مايلد ولا مودريت ولا سيفير؟ مايلد جدا. ولو عملت له أشعة تلاقي حجم الهواء اللي في الكورة صغير جدا لا يزيد عن 5 ثوركس. طبعا الخمس هنا قصدي بيها اللي هي ال 20% المكتوبة في الكتاب دي، قصدي بيها 20% من ايه؟ من نص الثوركس مش من ناحيتين، لان المرض ده يونيلاترال. 20% من نص الثوركس. هتلاقي حجم الهواء اللي هنا اقل من 20%. طب اعرفها ازاي؟ بالاشعه. طب اللي موجود في الكتاب ده بص كده هتلاقي الاشعه اللي في الاول انا شرحت عليها كميه كبيره من الهواء، لكن لو قلبت الصفحه هتلاقي الاشعه اللي فوق خالص اللنج كشه بس مش كشف قوي. في بتوع الاشعه مش احنا بيقدروا يحسبوا كميه الهواء ويقول لك اقل ولا اكتر من 20%. لو كان اقل من 20% يبقى دي كميه هواء قليله محتاجه كونسرفاتيف تريتمنت نقطه بيد ريست وانالجيسكس. الدواء الثاني مش دواء، العلاج الثاني عباره عن اندر ووتر سيل. الاندر ووتر سيل دي ايه؟ انا هشرحها بعد 5 دقائق
ان شاء الله الاندر ووتر سيت دي انبوبه بتخش السنتر لاين. اكتب بين قوسين على الاندر ووتر سيت دي ديكومبريشن. ديكومبريشن معناها درينج اوف اير. طب ما احنا المره اللي فاتت حطينا ابره في الكلورا عشان تعمل درينج اوف فلويد مش كده؟ لا دي درينج اوف اير. طب ما المره اللي فاتت لما قلنا درينج اوف فلويد كان اسم التكنيك ثرابو سنتيز. هتلاقي فوت نوت مكتوبه في الكتاب تحت ان ممكن استخدم ثرابو سنتيسس بديل للاندر ووتر سيل لو كان الكلورا لو كان الهواء كتير. طب الرسمه اللي في الكتاب في رسمه اندر ووتر سيل وفي رسمه ثرابو سنتيسس. ثرابو سنتيسس يعني ايه؟ يعني ابره دخلها وتشرب بيها الهواء. ابره مين الاهم في الامتحان لما يسالك الابره دي ثرابو سنتيسس ولا الاندر ووتر سيل؟ الاندر ووتر سيل اهم جدا لدرجه انت ما تجيبش سيره الثرابو سنتيسس دي هنا. احسن تجيبها في الكلورال ايفيوجن او هفان. هنا دورها ضعيف جدا لان البديل بتاعها اللي هي الاندر ووتر سيل اهم مليون مره. وافكتيف مليون مره. مين ده العيان اللي محتاج تركب له انبوبه في صدره؟ نمره واحد لو حجم الهواء كتير كام اكتر من 20% من حجم نص الثوركس. او لو الضغط زاد قوي. او لو عنده سيمتومز جامده جدا او لو انت مشخصه تنشن. طب ازاي بتشخصه تنشن؟ اربع حاجات بيعملوا اربع حاجات. يبقى لازم على سبيل الاستعجال جدا تركب حاجه اسمها اندر ووتر سيل. الاندر ووتر سيت دي لايف سيفنج اكيد انا هشرحها بعد دقائق ان شاء الله. في اوبشن تاني ان انت في العلاج تقفل الكلورا خالص وتريح دماغك. طب بتحقن الماده اسمها تتراسايكلين. طب ما هو التتراسايكلين ده بيلزق الكلورا. طب مين ده العيان اللي انت محتاج تحقن فيه تتراسايكلين؟ ريكارنس. لو كان بيجي له كتير، طب النوع الأول بيجي له كتير اللي هو ريكارنس اللي هو برايمري بناين سبونتينيوس. أي عيان بيجي له ريكارنت نيموثوركس جايز مرة منهم؟ جايز مرة منهم. تبقى خطيرة. جايز مرة منهم. القطعة تبقى فالف لايك. تقوم تموته. طب ما يبقى لازم أريح دماغي وأقفل الكورة. بقفلها بتتراسايكل قلناها قبل كده. ودي ثالث مرة. ثالث مرة. استخدم تتراسايكلين كنون كيموثيرابيوتيك انديكيشن. يعني بستخدمه على انه حاجة مش انتي بايوتيك. مرة في البريكارديال افيوجن ومرة في البلورال افيوجن ومرة هنا. بعد كده بقى هتستخدمه كتير قوي ان شاء الله كانتي بايوتيك. بس خلي بالك. في اوبشن ثالث جراحة. الجراحة دي تعمل عملية تقفل جرح. مين ده العيان اللي محتاج عملية؟ لو كان برضه ريكارنت نيموثوركس. يبقى عندك اثنين اوبشنز للريكارنس. يا اما تحقن تتراسايكلين يا اما تعمل عملية. اثنين لو كان بايلاترال وتش از فيري 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 رير. طب لو بايلاترال واحد يقول لي طب هو لو بايلاترال ليه عملية؟ لأن ما ينفعش أعمل تكنيكالي ما ينفعش اركب انبوبه يمين وانبوبه شمال. لازم العيان تخليه يحزق قوي في جنب واحد وبيميل على جنب واحد. ما ينفعش اركب انبوبتين في نفس الوقت. تكنيكالي لازم هي انبوبه في مكان واحد. فلو كان عنده على الناحيتين يبقى الانبوبه ما تنفعش. لازم عمليه وتش از فيري 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 غير ما شفناش ابدا. حكايه بايلاترال نيموثوركس دي ما شفناش. او لو كان العيان جربت فيه انبوبه اسمها اندر ووتر سيل على امل ان الجرح يقفل ما قفلش بعد مرور 10 ايام. خلي بالك بقى هو انت لما تركب انبوبه في صدر العيان بتطرد بيها ايه انت؟ بتطرد بيها الهواء اللي موجود في الكلورا. طب لما تطرد الهواء اللي في الكلورا الحمد لله الجرح بيلم لوحده في مده تتراوح من 5 ايام ل7 ايام. لو قعدت ما قفلتش لمده 10 ايام يبقى معنى كده الاجابه
ان الانبوبه دي فشلت. يبقى مالكش سكه غير ان تدخله عمليات وتعمل له عمليه تقفل بيها الجرح. يبقى ده الانديكيشن التالت. حضر دايما الامتحان اورال بطنه وجراحه. Indications of surgery in a patient with pneumothorax. نمرة واحد لو كان bilateral which is very rare لأن technically ما ينفعش underwater seed. اتنين لو كان recurrent. تلاتة وده الأهم لو failure of an underwater seed في مدة تزيد عن 10 أيام. طب يبقى الأندروتر سيد دي لازم تحضرها الامتحان الأورال ولازم تقول له فكرتها إيه؟ قبل ما أقولها في لازم كمان في الكتاب تقول treatment of the cause. طب انت لو ما عالجتش الكوز مش ممكن يحصل recurrence. Example treatment of COPD ما خدناهوش. اخيرا treatment للتنشن نيموثوركس. التنشن نيموثوركس دي بين قوسين medical emergency العلاج بتاعها سكتين اتنين. السكه الاولى اندر ووتر سيل ما حطيتش اندر ووتر سيل العيان يموت في خلال وقت يقل عن ساعه. اندر ووتر سيل الاندر ووتر سيل دي لايف سيفنج بتعمل ايه دي؟ بتعمل دي كومبريشن. يعني ايه دي كومبريشن؟ يعني تشفط الهواء. طب انت لما تشفط الهواء بتقلل الضغط على اللنج ولا ايه؟ تقدر تتنفس. طب وانت بتشفط الهواء بالاندر ووتر سيل طب ما هو العيان متضايق. ليه متضايق؟ عنده اربع حاجات قلناهم صح؟ اكتب بين قوسين سيمتوماتيك تريتمنت الاربع حاجات. مثلا عنده تشست بين. الوجع ده قلنا انتولربل بين مش كده؟ مورفين ولا بتدين؟ ليه بتدين؟ ليه مش مورفين؟ بينهرب سبايرال ريسبتور. ديسنيا اوكسجين. طب عنده هارت فيلر قول اي دواء من ادويه الهارت فيلر مثلا دايريتكس. عنده كارديوجينيك شوك بوزيتيف اينوتروبيك. افضل وانت بتكتبها في ورقه الامتحان ما تكتبليش واحد كل واحده من الاربعه نقطه. ده انت تكتب لي كل واحده من الاربعه وقدامها كلمه. مثلا البين بتدي وتقول له نو مورفين فور فير اوف انهبيشن اوف ذا ريسبيراتوري سنتر. ديسنيا يبقى اوكسجين. رايت فنتريكولار فيلير يبقى دايريتك. كارديوجينيك شوك يبقى بوزيتيف اينوتروبيك. زي تريتمنت اوف ذا كوز. الصفحه دي بتاعت التريتمنت لازم تحفظها زي لما تحفظ اسمك بالظبط ان شاء الله. خلي بالك يقول لك طب هي فكره الاندر ووتر سيل دي ايه؟ تقول له تطرد الهواء ازاي؟ كالاتي. تطرد الهواء كالاتي. خلي بالك بقى كده المنظر دي اللنج. طبعا هي مش كده اللنج هنا كومبريست ولا لا؟ يعني كولابست لان ده تنشن. كولابست اعتبر دي كولابست اعتبرها اكبر من كده كانت فشل ومليان هنا ايه؟ كالاتي. خلي بالك بقى كده المنظر دي لنج. طبعا هي مش كده اللنج هنا كومبريست ولا لا؟ يعني كولابست لان ده تنشن. كولابست اعتبر دي كلها اعتبرها اكبر من كده كانت فشل ومليان هنا ايه؟ اير. اوصل دي بانبوبه هتحط في صدر العيان انبوبه بتخش بين الضلوع متوصله هنا كده بازازه زي ما مرسومه في الكتاب كده المنظر. وفي هنا ميه وفي بقى الانبوبه اللي بتسيب له دي كده نازله كده متوصله هنا بايه ده؟ تيوب. في كده في الكتاب بس دي ولا مش مرسومة؟ طيب وبعدين في انبوبه ثانيه كده جنبها ماشي؟ في كده واحده جنبها كده بس دي نازله تحت ايه؟ تحت الميه مغموسه تحت الميه كده اسمها اندر ووتر. اندر ووتر سيل لكن دي مش تحت الميه طبعا. انت فاهم الفكره ايه؟ دلوقتي انا وصلت الهواء اللي في الكوره بانبوبه مغموسه تحت الميه اثناء الانسبيريشن ايه؟ واثناء الاكسبيريشن ايه؟ نمره واحد اثناء الاكسبيريشن اثناء الاكسبيريشن الهواء اللي كان هيخرج ولا لا؟ اثناء الاكسبيريشن جوه صدره في بريشر ايه؟ بوزيتيف. طب هو بوزيتيف بريشر في الاكسبيريشن
يشفط ولا يطرب؟ يطرب. وتلاقي ان اثناء الاكسبيريشن الهواء بيخرج كده كده كده، امشي معايا، من البلورا للانبوبه، للانبوبه دي للميه، هينزل في الميه يبقلل، هتشوفه بعينك، وبعدين يطلع، يطلع فين؟ في الانبوبه الثانيه، يخرج بره. اكيد اكيد اكيد. يبقى انت عملت بالطريقه دي ايه؟ اير دالج بتضربه، بس ده نفس واحد في اكسبيريشن واحده هيكمل. طب الاكسبيريشن الاولى بره شويه هوا، طب وثانيه هيضرب الهوا ثاني هكمل. اذا الهوا خارج كده، خارج ببوزيتيف ايه؟ بريشر. طب يبقى لو سمحت انصحه يعمل حاجتين. نمره واحد، الازازه دي تبقى فوق راسه ولا تحت؟ تحت طبعا، تبقى تحت مستوى جسمه، تحت تحت كده ديبند. ثاني حاجه، لما يقول يروح الحمام يبقى ماسكها كويس قوي وماشي بيها، تلاقي كده في اسم جراحه الامبلا في اسم 24 في اصلا ايه اللي قلب الراس سيرجي، بجد الازازه تحت كده وماشي بيها، ممكن لو قاعد كده تنصحه يعمل ايه؟ دايما يحزق، قول له كده طول ما هو قاعد ستريننج عشان يزود البوزيتيف بريشر اللي في صدره، يقوم يعمل يطرد الهواء بفعاليه اعلى، لان يعني كل ما زاد البريشر البوزيتيف هنا كل ما زاد قوه الطرد. طب ده اثناء الاكسبيريشن. بس في حاجه، ليه حطيت الانبوبه في الميه؟ طب ما انا اخدها بره في الهواء كده ويخرج وخلاص. حاططها في الميه ليه؟ عشان ما يرجعش تاني. طب ما انا حاططها في الهواء كده هيرجع تاني ولا ايه؟ لكن لما ينزل في الميه ما يرجعش ميه تقيله. طب ليه في الانبوبه الثانيه؟ عشان لو الانبوبه الثانيه دي مش موجوده، لو كده يبقى الازازه دي هتعبي هواء كتير وفي الاخر الضغط يعلى وتفرقع، لازم دي متنفس. طب ده في الاكسبيريشن، شفت بعينك بابلنج. طب في الانسبيريشن، في الانسبيريشن لما ياخد نفس هل ينفع يشد ميه؟ لا، الميه تقيله فما بترجعش، يبقى الهواء بيخرج، هل يرجع تاني؟ ما بيرجعش. طول ما انت قاعد شايف البابلنج شغال، يا معنى كده ان دايما في درينج ولا لا؟ قالوا العمليه دي لو مشيت كده ناجحه جدا جدا جدا، ان تخلص لك كميه الهواء اللي هنا في مده تتراوح من 5 ايام لسبعه ايام. طب لو الهواء كله خرج، الجرح اللي هنا الحمد لله بيلم لوحده، سبونتينيوس ريكفري. تعرف منين ان حصل سكسسفول درينج اوف اير؟ حاجتين، البابلنج اللي هنا هيبطل، السيمتومز بتاعت العيان هتختفي، اعمل تشست اكس ري تلاقيها اتظبط. حاجتين تاكدهم بالاشعه، نمره واحد تلاقي البابلنج وقف، شكوى العيان جرادولي بتتحسن، الشكاوى اللي عنده بتتحسن، والبابلنج جرادولي بيقل. لما يخلص البابلنج تعمل اشعه تلاقي اللنج فردت خالص، يبقى اكسلنت. طب افرض بعد 5 7 ايام عملت اشعه اللنج ما فردتش، اصبر 3 ايام كمان لحد لما يجوا كام يوم؟ 10 ما فردتش، جراحه جراحه سيرجري. التكنيك ده افكتيف جدا ان يظبط البيشنت ده. خلي بالك بقى، ده اسمه اندر ووتر سي، حضر دايما دايما الامتحان كله.